السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بصحة وخير وفي أفضل حال. مرحبا بكم في عروض واختيارات. موعدكم اليوم مع عرض جديد من عروض بيم الجهوية الاستثنائية اللي غادي تكون ابتداء من الجمعة 6 أغسطس 2021. عروض غتكون بالعديد من المدن والجهات، غنشاركها معكم بعد قليل وغتلقاوها موضحة في صندوق الوصف. فهاد العرض الجهوي ديال بيم تيشتمل على العديد من العروض الخاصة بالصيف والترفيه ولوازم الطبخ. نخليكم تشاهدوه ونتمنى ينال إعجابكم. تنشكر كل الاعزاء اللي تيتابعونا تيشجعونا تيشاركونا تجارب والاراء ديالهم على المنتوجات المعروضه، وتنرحب بالاعزاء الجدد. نتمنى يشاركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا كل جديد وما يفوتهم حتى عرض. ما تنساوش تشاركونا التعليقات ديالكم والآراء والمعلومات على العروض اللي تتشاهدوا. هذا العرض الجهوي الاستثنائي اللي غيكون ابتداء من الجمعة 6 أغسطس 2021 غادي يكون في جهة المحمدية والجهة الشمالية من المغرب. ومن بين المدن اللي غيكون فيها هذا العرض المحمدية فاس، مكناس، رباط، سلا، تمارة، القنيطرة، صفرو، وزنيقة، وطنجة، وممكن يكون بالمدن اللي قريبة من هذه الجهات.
بعد ما شاهدت عرض بيم الجهوي اللي غيكون بجهة المحمدية وبعض المدن بالجهة الشمالية من المغرب، غتشاهدوا دابا عروض بيم الخاصة بالثلاث 10 أغسطس 2021 بكل المدن والجهات، تشتمل على العديد من العروض الخاصة بمواد التنظيف. نتمنى ينال إعجابكم. نتمنى نكون توفقت في تقديم العرض. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك واعجاب وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وشكرا على المشاهدة. تتشاهدوا عروض بيم الوطنية اللي غتكون ابتداء 13 أغسطس 2021. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد من العروض وإضافة التعليق وجي من الفيديو. الدعم ديالكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.